هذا المستشفى الميداني الذي تبرع به الجيش الأمريكي إلى الجزائر يتميز بشيئين. أولاً فيه قدر كبير من المرونة لأنه الحكومة الجزائرية تستطيع نقل المستشفى الميداني إلى أي مكان حيث يوجد بؤرة للكوفيد. أما الميزة الثانية فهي في نظافة الهواء داخل المستشفى، فبطبيعة الحال هذا الشيء في غاية الأهمية خلال الوباء. والمستشفى كله يتمتع بنظام ما يسمى بنظام عزل ضغط الهواء، فهذا النظام عادة في المستشفيات العادية يكون متواجد فقط في غرفة العمليات.